أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الاجتماع على قيام ليلة من كل شهر مع عدم تحديد ليلة بعينها؟ لا يجوز ترتيب هذا، إذا كان هذا مرتبا كل يعني كل شهر يجتمعون ويصلون جماعة في الليل في قيام الليل، هذا بدعة. المسلم يصلي من يقوم من الليل ما تيسر له، ولا يجتمع مع أحد ويكونون جماعة مرتبة كل شهر مرة أو مرتين، هذا بدعة. إلا في رمضان، هذا إنما هو في رمضان خاص، غير رمضان لا. أما لو أنه صادف بعض المرات أنهم اجتمعوا وصلوا بدون ترتيب وبدون قصد فلا مانع، بعض الأحيان بدون ترتيب وبدون قصد لهذا الشيء. نعم.